كما أن المملكة من أكبر الدول المانحة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، ولم تميز المملكة أحدا في هذه الجهود عن على أساس سياسية أو عرقية أو دينية. قامت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 دولار من المساعدات الإنسانية، واستفادت منها 81 دولة. حضور الكرام، إن بلادي وتأسيس هذه المنظمة كانت من طلعة الدول ساعية لتحقيق الأمن والسلام الدوليين، وعملت دوما ولا تزال على بذل جهود الوساطة والتوصل لحلول سلمية للنزاعات ومحاولة تجنبها ودعم الأمن والاستقرار والنمو والازدهار. إلا أن منطقة الشرق الأوسط عانت ولا تزال من تحديات أمنية وسياسية تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها. فقد عانت منطقتنا عقود طويلة من محاولة قوة التطرف والفوضى، فرض سياستها وتوجهاتها لإعادة صياغة حاضر الدول المنطقة مستقبلها غير مكترثة، طلعت شعوبها من نمو وازدهار وسلام.